وأجمل التحية لكل مشاهدي قناة الشروق الفضائية في كل مكان. مرحبتين وحبابكم زين في مطبخ الشروق. أكيد عدد من الأكلات الشهية العربية هي معاكم من خلال مطبخ الشروق والشيف آية وأحمد. مرحب بك حبابك. مرحب بك إسراء. مرحب بك الشيف. مرحب بك. تمام الحمد لله. الليلة طبعا زي ما عودناكم حلقة جديدة، وصفة جديدة مع شيفنا كالعادة. يلا يا شيف، النهاردة أكلاتنا خفيفة شوية، هنعمل شوربة وهنعمل لحمة مفرومة بصوص الطحينة في الفرن، أو مش في الفرن بس هندخلها الفرن. هنبدأ بالشوربة. أول حاجة هنحط الفراخ تتسلق، هنحط مية وطبعا طبعا هننكه الفراخ. أيوة جزر. أيوة هنحط جزر وهنحط بصلة. أيوة وورق كرفس واحدة، وهنحط عيدان بقدونس للنكهة. بالظبط شطورة. بجد حافظة. هقطع بقى، هحضر للشوربة. هقطع جزر بس هقطعه مكعبات صغيرة خالص قبل ما نسلق الفراخ. الشوربة حبيبة الكل. أيوة طبعا عندنا في اسر ثابته لازم تفطر بالشوربه، الشوربه تكون اساسيه في الفطور. انا لازم الشوربه اساسيه. أيوة. في الفطور بالظبط، وزي ما قلتي هي بتهيئ المعده، ولازم ان احنا نهيئ معدتنا قبل ما نبدا نفطر علشان ما نتعبش. نعم صح. مش قادرين نتحرك. لو الواحد اخذ ملعقتين فقط من الشوربه هي مفيده. ما شرط انه ايوه طبعا بضر انك تاخد كميه كبيره. في ناس فعلا، انا كنت عايز اقول النقطه دي، انه هي بتشبع يعني، او لناس كده، لكن ممكن الناس اللي ما عايزه تشبع فيها او ما كده، انا كان كفايه المهم انه بس تظبط لك المعده بتاعتك او تهيئك تجهزك للاكل يعني. احنا هنعمل شوربه خضار ولا شوربه؟ لا احنا هنعمل شوربه فراخ بالرز. فراخ. ايوه ايوه بس هنحط فيها خضار متقطع صغير خالص، عشان كده انا بقطع الخضار دلوقتي. كله اللي هنستخدمه فيها متقطع صغير خالص. ايوه قطعت جزر وقطعت بصل. ايوه وقطعت ورق الكرفس. ايوه الايام دي الساده المشاهدين شيف ايه مطلع عليكم ايتمز جديده، الكرفس ده عشان هو مفيد قوي احنا. ايوه وللاسف بنبقى مش عارفين ممكن نستخدمه ازاي. أيوة. فبنحاول نحطه في الاكل، لان زي ما قلنا برضو احنا بنحاول ان احنا على قد ما نقدر اكلنا يكون مفيد. وهاخد برضو حتة بصل اخضر. التنوع ذاته جميل جدا. بالظبط شوربة فيها كمية من الخضار وهو متنوع بكل اشكال، فبكده احنا كنا اخذنا كمية من الفاكهة. بالظبط برضو انا هاخد حتة بصل اخضر، مش هاخد كتير، هاخد حتة صغيرة عشان عندي بصل العادي. بعدين الشوربه دي، او عموما الشوربه للناس اللي مثلا ما بتحب الخضار، انا صراحه من الناس ما بحب السلطه والخضار عموما. أيوة. لكن لما تدخلي في الشوربه هشربها، او لما تدخلي مع فراخ او لحمه انا هشربها، لانه انا مثلا بحب الفراخ. بالظبط. او انا مثلا بحب ايوه، فانا كده هكون خدت منها الفائده. صح. فالاطفال برضه لما ما بحبوا الخضار، نحن ممكن لما نضيف الخضار مع الشوربات. وفي اطفال ايضا ما بحبوا اللحوم، فهم ممكن من خلال الشوربه هم يكونوا اخذوا الفوائد. اخذوا. بالظبط. احنا كده قطعنا الخضار بتاعنا، هنسلق الفراخ. ممكن نخلي ده على جنب بس. ايوه خلي الخضار على جنب ونحضر حاجه الوصفه الثانيه لحد ما الفراخ بتاعتنا تتسلق، يعني لسه الميه هتغلي. الاكله بتاعتنا برضو الثانيه هي سهله قوي وبسيطه، اللي هي عباره عن شنو؟ لحمه مفرومه هنعملها كور، بس نقدر ان احنا جوه اللحمه برضه. شفتي شكلك بتحب اللحمه شديد. ايه؟ شكلك بتحب اللحمه شديد. كل يوم بدي انا وصفه فيها لحمه مفرومه او لحمه عموما. اللحمه المفرومه من الحاجات اللي انا اقدر بسهوله قوي اكلها للاطفال واحط لهم فيها حاجات مفيده، يعني انا دلوقتي هحط فيها جنزبيل مفروم، هحط فيها ثوم مفروم، وممكن نحط فيها بيضه، ممكن هحط شويه فلفل اسود، هحط شويه ملح، وهنحط شويه فلفل حل، وهنحط رشه قرفه،
وهنقلبها. اقدر ان انا احط فيها خضار مفروم الاطفال مش هتحس بيه. احنا هنحط بقدونس ممكن نحط البيض زي ما قلنا ممكن نحط اي حاجه الاطفال ما بياكلهاش هنحطها مفرومه ناعم قوي هم مش هيحسوا بيها ونقدر ان احنا ناكلهم حاجات مفيده شويه تمام. فعلشان كده انا بحب اللحمه المفرومه هنقلبها حلو هنا ده غيري زي ما قلنا طبعا لازم احط الفراخ انا هستخدم صدر واحد بس ايوه احط الفراخ والميه بتغلي حلو ميه فيها بصله وجزره لا خليها بصله وجزره و عيدان الكرفس ايوه وحطينا شويه ما حطيناش حاجه ثانيه عيدان البقدونس ايوه اللحمه كده تمام جهزت جهزت هنكورها بعدين برضو يا شيف كان انت قلتي مثلا زي الشوربه دي احنا هنستفيد منها نطلعها شوربات لبعض الاكلات ايوه نستخدمها دي هنعمل بيها الشوربه اللي احنا هنعملها النهارده انا هاخد اللحمه هكورها مثلا في الوصفات السابقه احنا كنا من دقيق مهم جدا ايوه وهحط على الدقيق رشه ملح ورشه فلفل اسود وهنقلبه وهكور اللحمه واحطها فيها كده زي الكفته كده بالظبط ممكن يكون فيها قبل ما نكور يكون فيها اضافات اخرى انا قلت لك ممكن نحط فيها بيض ممكن نحط خضار متقطع خضار متقطع صغير قوي نقدر ان احنا نحط فيها حاجات كتير قوي ممكن نحط مشروم ممكن نحط فيها اي حاجه مفيده احنا عايزين نضيفها للبيت اللي بنحبها الحاجه اللي بنحبها بالظبط أيوة. ممكن ننقل الشوربه على عين ثانيه ممكن طيب احمد شويه هنشوفك شيف برضه انا بقول له كده برضه نطلع فاصل لحد ما نطلع فاصل نطلع فاصل ونرجع نتواصل معاكم من جديد خليكم جايين السادة المشاهدين ورجعنا لكم بعد الفاصل نشوف الفاصل شنو كنا واقفين وين يا شيف قبل الفاصل انا بس دي هنا علشان انا استخدم العين دي كورناها كورنا اللحمه وقلبناها في الدقيق وهناخد اللحمه نعمل لها صدمه برضو ايوه لازم هنقلبها في الزيت على نار عاليه وبعد كده هنحطها في الطاجن ونعمل الصوص مكانها ونحطه فيها وندخلها الفرن طيب ماشي استنى كان قلت لي قبل الفاصل انه احد زبيني شايفه كده صح؟ ايوه قلت لك يلا انا اغلبيه يعني هسه اصحابي والناس اللي بدوا يشاهدوا في البرنامج فلما بشوفها في الحلقات وكذا فبقول ارفعوها في الستوري بتاعهم بيقولوا احمد شايفنا احمد شايفنا قلت لهم يا اخوانا انا ما شايف انا في برنامج كنت بخشرك يرجع الفضل للشيف ايه انا بقول له اخر أيوة. البرنامج هتطلع تطبخ معايا ايوه انا بنفض الكوره من الدقيق عشان ما ينزلش في الزيت دقيق كتير ما بتاخد زيت كتير لاحظين حاجه بسيطه دايما الصدمات بتاخد حاجه بسيطه بالزبط. حاجه بسيطه لان انا مش عايزه احمرها انا عايزه بس تاخد لون واقفل المسام بتاعتها عشان تحفظ الجوسي اللي جوا شاطر مش بقول لك ما حد حفظت التركات بتاعتها خلاص أيوة. زي ما جايبين حكوا خلاص عرفونا حفظونا هنا الفراخ ماشي يستوي ايوه بيستوي
الشيف آية يمكن يعني ما أحمد فقط اللي هو حيتعلم منك برضو كثير من الرجال اللي عندهم علاقة بالمطبخ أتمنى يكون لهم دور بأنهم يشاهدوا أكثر ويعرفوا أكثر ودي حاجة مفيدة جدا صراحة طبعاً إن شاء الله والله إن شاء الله كلها تتعلم ويبعتوا يقولوا لنا الوصفات اللي هم عملوها شيف آية بنحب إنك تاكلي دائما من يد مين يعني بحب أكل إيه من يد مين أنا أمي هي اللي معلماني الطبخ اللي هي المعلمة الكبيرة أيوة. قبل ما أدرس وقبل ما أتعلم وقبل ما أشتغل أيوة. في أماكن هي كانت الأساس وهي اللي علمتني المطبخ هي اللي علمتني إن أنا إزاي أكون سريعة في المطبخ وإزاي أيوة. إيدي تبقى شغالة في كذا حاجة أيوة. ده كله وهي بصراحة اللي علمتولي من وأنا صغيرة ربنا يديها الصحة والعافية يا رب الله يخليك فطبعا يعني هي أكلها غير أصلا مختلف أساسي يعني أمهاتنا ديل لا يعلى عليهم صراحة أيوة أنا لما بعمل حاجة وبعملها زيها بالظبط تقولي بنت أمك أيوة تربيتك أيوة بالظبط زمان بيقول لك أكل القدرة على صبها بتطلع على تطلع البنت على أمها أيوة إنه شيف آية هي على أمها فحاجة كويسة جدا على إنه الواحدة تتعلم وتستفيد من وجود الأمهات في البيت على أساس إن هي تعمل حاجة كويسة لكن كثير من الرجال دائما الواحد بيقول لك إنه نكهة الأم هي أهم حاجة أحيانا هي مميزة وأجمل من نكهة الزوجة أنا يمكن الفرق اللي بيني وما بينها إنه أنا شوية لما اتعلمت فبعمل الأكل بطريقة صح يعني حتى لو بعمل طريقتها بالظبط بس بسوي الحاجة صح لان انا اتعلمت ان انا ازاي اطلع الفايدة من الاكل اساسا عندك اضافات ضفتي لبعض من الاكلات اللي هي كانت بتعمل الاضافات من عندك في حاجات هي بتعملها لا ما ضفتلهاش بس تعدلت في الطريقة عدلت في اللحمة تنزل الاول الفراخ الاول كنت عايز اقول لك انه يعني هي ما هتكون يعني مثلا عارف لك انه اللحم لازم تصطدم والحاجات دي وبتعمله لكن بيطلع برضه جميل لكن طبعا ما تصور انه احنا بقينا نعرف حتى بنحلل الحاجات دي علميا يعني انه لما ناخد الملح لما نحصل شنو بالزبط. فهم ما بيعرفوا الحاجات دي بالظبط هي نفسها في حاجات كده ماما طب اعملي الكذا الاول قبل كذا فايه عارفه اللي هو تعملها وبعدين ماشي ما انا بعمل كده طيب يا ستي خلاص لما نشوف العند اللي فيها فهي بتبدا ان هي الاستاذه الاولى وانت طبعا انا حطيت هنا طحينه مع لبن ايوه ومحتاجه بس اطلع الكفته طيب هنطلعها هنا على طول نبعدها بس شويه هقلب هنا وهحط فص ثوم مفروم ايوه احط شويه ملح شوية فلفل اسود وهحط معلقه دقيق او يعني نص معلقه مش ملعقه ايوه ايه ده هقلبهم على البارد عشان الدقيق ما يكلكعش وبعد كده هنزل بالخليط بتاعنا ده هنا علشان اخد النكهه اللي نزلت من اللبن ايوه من اللحمة من اللحمة ماشي انت شاطر يا احمد ازاي بجيت كده مصحصح معاك وحارف وحافظ هنقلبه كده بدا بصي لونه يغمق عشان خد الصوص اللي نازل من اللحمة ادها لون ايوه بالظبط ادها لون وقوام هقفل النار خلاص انا مش محتاجه النار لان انا كده كده هدخلها الفرن ايوه ممكن اديها شويه شوربه نخلينا بقى ناخد من الشوربه الفريش شويه شوربه كده عشان انا شايفاها تقيله شويه بسرعة علاقتك مع المطبخ كيف؟ هحط بس نص ليمونة أيوة نص ليمونة أيوة كيف السؤال حقك بضيضي؟ ما مشكلة
والله علاقتي بالمطبخ كويسه، لكن طبعا ما عندي علاقه كبيره بالاكلات العربيه تحديدا. أوكي. فهي دي مساحه انه انا اقدر اتعلم زي ما انت تعلمت من الشيف. ايوه تكتسبي ايوه واكتسب خبره جديده وتفاصيل جديده. صح. انا في حاجات على فكره كثيره في البرنامج ده بغض النظر عن الطبيخ يعني. أيوة. يعني في حاجات كثيره عرفتها انه الاكله دي في مصر كانت كيف. ايوه مثلا في حلقه سابقه كان عرفت نوع بهار كده معين ده نحن ممكن نعوضه بالليمون كان اسمه ايه يا شيف؟ سمي. السمي. السمي. في حاجات كثيره على نفس درجه الحراره 180 مش هياخد وقت. ايوه نكمل بقى الشوربه. ايوه نجيبها هنا. الفراخ كده استوت هنطلعها. هنطلع الفراخ وهنشيل الخضار الصحيح اللي جوه الشوربه بتاعتنا. احنا شيلنا الفايده اللي فيه وكله. احنا خدنا خلاص كل الفايده اللي فيه مش محتاجينه. واهم حاجه بقى علشان نقدر ان احنا نحافظ على الفايده على لون الشوربه. ايوه وما تبقاش معكره. احنا هنشوح الخضار بره بس مش هنديله لون. ايوه على الخفيف يعني. على الخفيف مجرد انه بس يكبر. اخلي بالي كويس قوي انه ما ياخدش لون. المهم ياخد التست بتاع التشويحه دي بالظبط. انا عايزه الطعم بس بتاعه. هنزل اول حاجه بالبصل قبل الزيت ما يسخن عشان انا مش عايزاه لونه يغير. وهنزل بالجزر والبصل الاخضر والكرفس. هنزل بكل الخضار يعني. ايوه وفص الثوم مهم جدا للنكهه. ايوه مفيش ملعقه. وهفضل اقلب فيه علشان زي ما قلنا انا مش عايزه لونه يغير عشان نحافظ على اللون. عشان نحافظ على اللون. ايوه انا دي بس حاجه عشان تدي نكهه. بدات الريحه بتاعت النكهه تطلع. مش عايزه اكتر من كده. انا بس عايزه اطلع بس النكهه. وبعدين هناخد الشوربه اللي احنا عملناها هنا وهنزل بيها نطفي بيها بالظبط. وهنوطي علشان لازم اوطي خالص على الشوربه عشان الشوربه تفضل معايا كلير وصافيه. أيوة. ولونها ما يعكرش. لازم اوطي عليها خالص. وهنزل بكل الشوربه بتاعتي. خلي بالي لو فيها حاجه بس ما انزلهاش. وهحط معلقتين رز. السادة المشاهدين زي ما قلت لكم في مرة انه الرز نشوفه بيتغسل ولا لا. ايوه شاطر انت. شاطر شاطر جدا. شكرا. ممكن نزيد الرز. ممكن نزيد الرز حسب الكمية اللي احنا حاطينها. أيوة. لان هو يدوب كده شوية الرز دول عبال ما يستوي هينفشوا في الشوربة. فانا في النهاية عايزة اكل شوربة مش عايزة اكل رز. ايوه عشان كده انا ما زودتش. اوكي. وهنسيبها تغلي شوية مش كتير يا دوبك بس المية تسخن مع الشوربة. بدور على الغطا. وهنغطي عليها ونغطي تماما 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 لحد ما الرز يستوي. اهم حاجة زي ما قلنا انها ما تغليش عشان النشا اللي نازل من الرز ما يعكرليش الشوربة وتبقى حاجة شكلها مش حلو. انا في النهايه عايزه اكل شوربه شفافه. ايوه فلازم نوطي خالص. وفي الاخر خالص هنحط الفراخ هنقطعها مكعبات ونحطها لان هي اوريدي كانت استوت. ايوه فانا كده دلوقتي هوطي خالص مع بعض الفاصل نشوف الحاصل. نعم مستوى لسه على الشوربه على استوى. لا تمام. هنقطع بس الفراخ. ايوه هنقطع الفراخ مكعبات ونحطها في الشوربه. ممكن نقطعها بالايد بس انا افضل ان احنا ما
نقطعها بالسكينة عشان نديها شكل شوية، عشان عايزة اوريكم الفراخ لما بتستوي بالطريقة اللي بنقول عليها بتبقى ناعمة ازاي من جوه. وتقطيعها بقى سهل. ايوه مش مفتلة، مش هتعض معانا، ماسكة نفسها. ايوه ما بتاخد تاني زمن كتير صح؟ لا لا خلاص الفراخ مستوية والرز مستوي وهنقفل عليها ونغرفها في اخر الحلقة. ايوه دي شوربة مكملة دسمة. ايوه فيها كل الحاجات، خضار، فراخ، رز، بالظبط، نشويات، لحوم، كله الدهون. ايوه كل الحاجات جمعناها في الشوربة، يعني دي ايوه الشوربة كاملة مكملة. عشان حطناش ملح. اوكي وشوية فلفل اسود. كده احنا خلصنا. نقفل عليها. نقفل عليها؟ ايوه. نقفل عليها بالغطا ونقفل عليها للاكل يعني. ايوه بالظبط. ايوه. بس نطلع فاصل بقى نشوف الضيف اللي معانا. طيب نطلع فاصل ونشوف الضيف اللي معانا وحنرجع نتواصل معكم من جديد، خليكم معانا. رجعنا لكم من جديد واهلا ومرحبا بكل الناس اللي انضمت للمتابعه عبر مطبخ الشروق الجميل المليان باخلاق جميله. واهلا ومرحبا بك انيا. واهلا ومرحبا بك اشرف. حبابكم اهلا بيكم مره ثانيه. معانا النهارده شيف اشرف السيد. نشوف كده هيعمل لنا ايه. هتعمل لنا ايه يا شيف؟ كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. انا النهارده هعمل لكم فتت الشاورما الفراخ. تمام هعملها بطريقه مختلفه وبعض النقاط هعرفها لكم ان شاء الله في واحنا بنعمل الاكل، هتبقى مختلفه عن اي مره دقتوا فيها الشاورما فراخ. حلو ان شاء الله. يلا اول حاجه هتعملها لنا ايه؟ اول حاجه هسلق الرز. دي حاجه حابب اعملها مختلفه لان اسلق الرز عشان خاطر يبقى هيلثي او مفيد للناس طبعا، عشان يبقى خفيف شويه. يبقى خفيف شويه علينا في رمضان كمان، ده يبقى حلو قوي ومحتاجين لحاجات مفيده وصحيه. بالظبط. فانا هحط لتر ميه. ايوه وحط يعتبر 200 جرام رز. 2 جرام رز. 200 جرام رز. 200 نعم. يعني عشان تقريبا. بالظبط الميه تبقى كتير عشان الرز ياخد المساحه بتاعته في هو بيتسلق والحبايه تبقى شكلها كويس او تبقى ظاهره يعني. ياخد راحته على الكامل. بالظبط. ماشي ننقله بقى فان ثانيه. تمام. ايوه. انا بحب الفقره دي عشان بقعد اتفرج كده وبدوق وباكل وان شاء الله المره دي هتدوقي الفته هتبقى مختلفه تماما عن كل مره. نعم انا بفضل الطبق ده جدا لانه طبق خفيف جدا مهما كانت المكونات بتاعته كتير، بس كل حاجه هتاكلها هتبقى خفيفه فيه. يعني فته من نوع اخر. بالظبط كده. نعم. مختلف. طيب نجرب نشوف. ما بتنكرش الرز بملح ولا باي حاجه؟ لا اي حاجه خالص. والميه بارد كده؟ المفروض الميه تغلي، بس طبعا لما الميه تغلي مع الرز هيبقى اكتر. تمام. بالظبط كده. تمام. قبل ما الميه تغلي يكون الرز قد الفتره بتاعته بتاعت النقع، بعد كده يسلق براحته. نعم. هي مليانه بالنشويات، عيش ورز. بالظبط. العيش طبعا هينزل زيت. تمام. يتحمر. يتحمر. وبعد ما العيش بيطلع هقول لكم هنعمل ايه. طيب احنا ماشيين معاك واحده بواحده. انا هحمر لك العيش. عايز حاجه ثانيه؟ حط بس العيش هنا. بس تمام. اما الزيت يسخن ماشي نحمره. اتفقنا. نعمل ايه بقى؟ هبتدي ده بقى. انا هنا قطع الفراخ. الزيت الموضوع الان احنا عايزين نحمر بيه هو زيت زيتون برضو ولا لا 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 أي نوع؟ لا لا نحمر بالزيت الدورة العادي. ايوه تمام. زيت الفول السوداني. لان الزيت الزيت الزيتون ما بتحمرش فيه لان هو بيتحرق على طول. ايوه
وكمان هو خفيف ومفروض بيبقى هيلث، مثلا تحطيه في السلطات افضل. لو تحمري بيه حاجه لازم يبقى حاجه بسيطه خفيف، ما يتحمرش فيه العيش او كده. صح، احنا بنحمر في زيت ذره. صح، لان زيت الزيتون ما بيستحملش درجه الحراره، بيوصل عند درجه حراره معينه بيبدا ياكسل، فبيتحول من هو حاجه مفيده يبقى حاجه ضاره. واحنا طبعا اي حاجه بتتقلي لازم تبقى درجه حراره فوق ال 160، وزيت الزيتون ما بيوصلش ال 160، ما بيوصلش حتى ال 90. واحنا محتاجين عليه انه من داخل المطبخ الشرق ان تكون وجباتنا دايما هي مفيده صحيه. الأصح يعني. نعم. بالظبط، الاصح يعني نبقى بناكل حاجه، اي نعم هي بناكل فته، بس بنحاول نعملها باقرب حاجه ممكن تكون مفيده فيها. نعم. عايز حاجه؟ خلاص انا هبتدي اقطع الشاورما. تمام، مش اقطعها الشكل الرسمي بتاعنا اللي هو الجوليان اللي هو الطويل، لا انا اقطعها شرايح بحيث انها كانها نازله من السيخ. حلو. تمام. عشان تكون خفيفه. بالظبط، شرايح. ايوه. خاطر بحيث انها ما تاخدش وقت كمان في التسويه. تاخد مننا وقت. الرز تقريبا بياخد وقت قد ايه؟ مثلا ربع ساعه مثلا، يعني اول ما الميه تغلي هتلاقيه وصل معاك 10 دقائق على طول. ما يفرهد اول ما يفرهد ايضا برضه، يعني اول ما الرز ياخد فرهد كده ويتنفخ. بالظبط، يعتبر خلاص يبقى كده مستوى. هنتبل الفراخ. كمل تقطيعتها بس الاول شرايح كده. تمام. انا بحب الفقره دي عشان باكل فيها بس. ويدوب كده دايما التحمير. وانا ما بعملش حاجه بقى خلاص بقى. انا بحب الطبق ده جدا. هنشوف هو هنحبه معاك ولا. بس احنا هقول رايي بصراحه يا شيف. طبعا معلش يعني، بس انا متاكد ان هو هيعجبكم ان شاء الله وهيعجب الشيف اي كمان. ماشي، وانا دايما بتفرج وباكل في النهايه. يبقى هيعجب. شيف اشرف، العيش يتحمر ذهبي ولا احمر؟ لا، المفروض يبقى لونه براون اللي هو ذهبي. ذهبي. يعني اغمق من اللون ده كده شويه. ايوه. اما لو صح يبقى الكريسبي كراش كده، يبقى مقرمش في بقنا واحنا بناكل. طب كده كده العيش بنطلعه، يعني احنا كده حتى لو طلعناه دلوقتي هو بيغمق بعد ما بنسيبه بره شويه، بس اهم حاجه انه متاكد انه اتحمص علشان ما يجيش يبقى في حته طريه، فلما يقعد مع الوقت يبدا يجلد فهيبقى مش لطيف. نعم. فكده هو كده احمر، هنطلعه. احنا قطعنا دلوقتي الشاورما. انا اصلا بحب اي حاجه فيها العيش ده متحمص بصراحه، يعني العيش صراحه لذيذ. كده احنا هنبتدي نتبل الشاورما. تمام تمام. اديها ملح. ايوه، يعني 2 5 جرام ملح مثلا. نص معلقه صغيره ترجمه كالعاده. عادي جدا. ايوه. اكشف على الرز يا شيف عشان خليك شيف عليه عشان يتسلق. يبقى كده هو بعد ما بدا يغلي هنكشف عليه عشان ما يفرش. هديله البهار الحلبي، طبعا دي بتخلي طعم الشاورما جميل جدا. رهيب. برده معادل 5 جرام. نص معلقه فلفل اسمر. 2 جرام بس فلفل اسمر، حاجه بسيطه جدا كده. ربع معلقه ترجمه. هتنزل حاجه ترجمه. نعم. هدي توم. توم برده 5 جرام. فص مفروم. هديله جنزبيل 5 جرام جنزبيل برضو، عشان الجنزبيل صراحة بيخلي الحاجة تستها تحفة جدا وبيزود التست في الشاورما بالذات. فص برضو حتة كده مقطومة من الجنب. دي بقى معلقة مستار ما يعادل 10 جرام مثلا. معلقة كبيرة اللي هي اللي بناكل فيها. المعلقة التانية اللي كانت في الأول دي كانت معلقة اللي هي صغيرة بتاعت الشاي. ابتدي اقلبها. هي مستار هي مستردة اللي هي خردل. بالزبط. اللي هو الخردل. أيوة. ايوه هي معروفه في السودان الخردل. اللي هو الخردل. ايوه اللي هو المستردة. نعم. ونقلبها. طلع لك الطاسه تسخن. طبعا الافضل ان احنا بعد ما نتبلها نسيبها في التتبيله بتاعتها 2 4 ساعات عشان خاطر التست بتاعها يبقى عالي. صح. بس انا هعملها معاكم النهارده كده عشان خاطر هي حتى اصلا ريحه الجنزبيل مع المستردة او الخردل بدات تخرم في حاله 4 ساعات. الساعات الطويله دي هي معناها تكون من بدري قبل الافطار.
مضطربه كتير اللي هي بالظبط انت تعملها وتسيبها في الثلاجه ساعتين اربع ساعات التست بتاعها يبقى اعلى وطعمها يبقى احسن. طبعا احنا نسيب الطاسه تسخن الرز اعمل كيف لسه هنشوف الرز دلوقتي لسه شويه طبعا خلاص بقى احنا حفظنا احنا لما بنيجي نعمل فراخ او لحمه بنحط الطاسه تسخن وبعد كده نحط نقطه الزيت علشان خاطر نقفل المسام ليه يا شيف بنعمل كده؟ خاطر اول ما تنزل بالفراخ في الزيت ويكون سخن نقفل المسام بتاعتها تضطر ان الفرخه ما تنزلش معاك اي زفاره تبقى تستها كويس. صح تفضل طريه من جوه. في حاجه هعملها قبل ما الطاسه تسخن هعمل الزبادي. ايوه. ده حاجه مختلفه تماما بفضلها عشان خاطر تبقى صحيه برضه حاجه أيوة. مختلفه. هي حاجة بحطها فوق الرز والعيش. زبادي بالكريمه وعليه ثوم وعليه نعناع. حلو قوي. فهنعمله دلوقتي مع بعض. الزبادي هو ايضا يعني فاتح للشهيه بالظبط أيوة. هيبقى خفيف جدا مع الفتح خفيف على المعده هنحط مثلا 200 جرام زبادي كوبايه زبادي تمام هنحط 30 جرام كريمه ايوه يعتبر يعني ربع كوبايه تقريبا او اقل كمان من ربع كوبايه بس كده اللي هو حاجه بسيطه جدا اللي هو اعرف اقلب بيها بس تمام هحط 2 جرام نعناع نعناع مجفف مجروش يعني تقريبا 2 جرام معلقه نعناع معلقه صغيره فص ثوم فص ثوم بالظبط 1 جرام ملح رش ملح بسيطه جدا ايوه 1 جرام فلفل اسمر هي رشه بسيطه رشه بسيطه جدا. قوي ملح وفلفل بس حلوه دي مختلفه تماما مختلفه وخفيفه جدا 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 نقلب الطبق بس وهركنها لحد طبعا ما نخلص الطبق بتاعنا كده الطاسه سخنت معانا الطاسه كده سخنت معانا طبعا لازم نتاكد ان الطاسه سخنت ونحط الزيت ونسيبه طبعا الطاسه تسخن هيأثر على الزيت فهيسخن معانا. نعم. 10 جرام زيت بالظبط. 10 جرام زيت يعني طيب 10 جرام زيت هجيبها. عادل يعني معلقه كبيره. نص كبيره. بالظبط. انا الزيت اول ما حطينا الطاسه هو يعتبر سخن. نزل بالفراخ. نقفل في الطشه دي دي بتقفل المسام كلها بتاعه الفراخ ايوه احلى صوت في الدنيا وانا جنبي طبعا الفراخ احنا مقطعينها شرايح خفيفه جدا عشان تستوي معانا رهيبة. بعدين التطبيق شرايح اللي جبال انت بطحت شرايح فهي بدت بسرعه بالظبط طبعا احنا بنعمل كل ده والرز طبعا ايه بتسلي معانا خاطر الطبق يبقى كامل معانا ما نتعطلش واكله ما بتاخدش وقت خالص خالص وخفيفه جدا مكوناتها بتاخد كذا حاجه بس خفيفه جدا ريحه عظيمه عظيمه ورهيبه وريحتها بدات تطلع ايه رايك في الريحه؟ ريحه مبالغه انا كل في حاجه تانية هعملها قبل ما الفراخ تستوي معانا تمام احط الكريمه تسخن معانا على النار وهديها شويه ملح ما يعادل بالظبط برضه 2 جرام ملح و2 جرام ايه توابل ماجي هي الكريمه دي هتعمل بيها ايه شيف؟ دي هحطها في الاخر خالص فوق الطبق طبعا وهنختم الجارنش بتاعها بالنعناع هنقطعه مع بعض دلوقتي اقول لكم اقطعه ازاي بس نسيب الكريمه تسخن 50 جرام كريمه بالظبط ما بينفع يا شيف اشرف الا نضيفها مباشره للفراخ الكريمه نعم لا انا بحب بفضلها تبقى اخر حاجه فوق الطبق كده صح أيوة. على الوش انا بخلي كل حاجه لوحدها أيوة. الرز بحطه لوحده العيش بخليه لوحده نعم. كل حاجه بنظام نعم. وترتيب عشان خاطر الطبق يبقى شكله كويس في الاخر وتحس انت بتاكل طبق تاكله بعينيك قبل ما طبعا تاكله طبعا
طبعا كده بنقول العين بتاكل قبل البق. ونحط ال 1 جرام ملح اللي قلنا عليه، وال 2 جرام مادي. هي الفراخ كده خلاص تشرب صح؟ تمام كويس قوي كده. ما تاخدش وقت خالص، وخصوصا ان هي متقطعه كمان رفيع، وهي بدات خلاص اه مجرفه. هذه برضو الرز ممكن يكون خلاص، الرز كمان خلاص يا شيخ. بيت الرز كده كويس جدا. اه ممكن نصفيه. الكريمة كده ولو التانية بتاخد عليها بهارات. بصي ما نديتها ال 2 جرام ملح وال 2 جرام ماجي. بس اه تيست بسيط جدا، لان احنا التيست بتاعنا هيبقى في الفراخ. وطبعا العيش هنحطه في الاخر برضه، يعني المفروض هنتبل العيش دلوقتي. اقول لكم هنتبله ازاي. طيب هات الجلافز من حط الرز. لا 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 حط الرز. احنا صفيناه على مصفى، طبعا لازم المصفى يكون حجمها كبير شويه عن كميه الرز علشان ما يعجنش مننا. طبعا شكل الرز حباه شكله جميل جدا. خلاص طيب العيش الكريمه كده خلاص يا شيف. اه يعتبر الكريمه حلوه قوي كده. تمام نربط بيها في الاخر. ممكن نخليها هنا ده الطبق اللي هنقعد فيه. العيش هنديله سنة ملح كده، 1 جرام برضو ملح. ايوه رشة حاجة خفيفة. اه سنة فلفل بس تجيب عشان يبقى واخد تيست شوية. بس واخد تيست كده ونقلبه. هنقطع بقى النعناع. النعناع ده هيتمكس مع الفراخ ولا يبقى جرنش؟ لا جرنش في الاخر خالص. تمام عشان يبقى يدي شكل الطبق كويس بقى. حلو. احب الدلع. نقطعه طبعا شفونات رفيعة جدا. ممكن نطلع فوق شوية بس. نقطعه رفيع جدا كده. طبعا لما بنيجي نقطع خضره يفضل ان احنا نقطعها من اول مره، يعني من اول مره ابقى عارف انا عايزها تخينه ولا رفيعه علشان ما هتضرش فيها كميه الفيتامينات اللي بتكون فيها. ايوه آه لاحظت انه دايما في بعض من الخضار بيكون جاهز وهو مقطع. ايوه جدا كده. بيكون مع بدايه الطهي او مع الوجبه بعد اللي يبدا تقطيعه. بالظبط علشان ما يسود. بعض منه بيتسود وبعض منه ممكن يفقد القيمه الغذائيه. نعم مره واحده بس وما ينفعش تقيل عليه. ما ينفعش نعيد على الخضار خالص بالسكينه. نبتدي بقى نغرف الطبق بتاعنا. احنا خلصنا كل منتجاته، عملنا الفراخ. عملنا الفراخ. نحط الفراخ الاول ولا الرز؟ لا انا بجمع الطبق. ماشي. الرز بتاعنا اهوت والعيش. حلو قوي. والكريمه. ايوه. والزبادي. تمام اول حاجه هنبتدي بيها هنحط الرز. هنوزع الرز بتاعنا في الطبق كده. ريحه الرز رغم ان هو مسلوق بس حلوه. انا بفضل الرز مسلوق من غير اي توابل في خاطر الحبايه ويبقى هيلسي ويبقى كويس جدا. بس رشه ملح في البدايه صح؟ لا ده ولا اي حاجه. ما حطوش اي حاجه خالص، هو زي ما هو عشان انا بنكه الفراخ وبنكه العيش وبنكه أيوة. الزبادي والكريمه كله هيبقى واخد التست بتاعه. كده نحط العيش بتاعنا ونوزعه. ايوه زي ما انتوا شايفين كده نوزعه كويس في الطبق. طبعا الطبق العادي الفته الناس او الشيفات بيدوا له توميه. انا فضلت ان انا ادي له زبادي عشان يبقى اخف. بصراحه انا متحمسه قوي اجربه بالزبادي، حاساه هتبقى مختلفه. نحط الزبادي نوزعه على الطبق كده.
ودي الحاجه اللي ممكن بيتفق عليها كل الناس انها بتحب الزبادي، فحاجه كويسه جدا. الطبق هيبقى خفيف جدا مهما كان الامكانيات بتاعته او المكونات بتاعته، بس هو هيبقى خفيف جدا. ايوه كده هنحط الفراخ. دور الفراخ نبتدي بقى نوزع الفراخ كده. تقطيعه الفراخ كمان انها شرايح رفيعه كده حلوه وما خدتش وقت في السوى خالص، زي ما قلنا الفراخ اصلا من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت في السوى خالص، بالذات لما تكون مقطعة شرايح. اه بالظبط شرايح، وطبعا التست بتاعها هيبقى اعلى لو سيبناها في التتبيله بتاعتها شويه، الوقت المحدد بتاعها تبقى جميله جدا. بعد كده هننزل بالكريمه اخر حاجه خالص عملناها. الكريمه ممكن يكون عندنا جاهزه وممكن احنا نعملها بالظبط. أيوة. احنا ممكن نركبها او ممكن نعملها جاهزه. ايوه ولو هنركبها طبعا بتاخد النص كيلو لبن، بياخد نص كوبايه علبه كوبايه زبادي 100 جرام زبادي على نص كيلو لبن، وثلاث معالق نشا كبير ما يعادل 60 جرام او 50 جرام مثلا. ايوه وتربطهم على البارد. بعد كده تروح حاططها على النار تدفى تعمل معاك الكريمه. ايوه طبعا هنمكها بقى بملح وفلفل والتوابل بتاعتك الشاورما او ايا كان، لو عايزها حلو هتروح حاطط عليها سكر تلت الحالات. ننزل بالكريمه بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين، بتكمل شكل الطبق بتاعنا. من هسه الطبق بالفظيع وشيء ده حقيقي طبعا شكل الطبق زي ما انتم شايفين. وانا يا آية جيت جاهزه للاكل قبالي. ايوه حط بقى اخر حاجه اللي هو النعناع مقطعناه. النعناع مع الميكس ده اصلا شكل الطبق لا انا هدوق اشوف شكله حاجه تحفه 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 زي ما انتم شايفين كده. انا بقى ادوق وبعد كده انا اقول لك بقى بالظبط. طيب ونشوف الحكم هيكون كيف. الميكس بتاعها رز مع العيش مع الزبادي مع الفراخ مع التتبيله. ايوه هتديك طعم جميل جدا وخفيفه جدا جدا. بس ده الطبق بتاعنا فته شاورما فراخ. فته شاورما فراخ بالظبط. نعم تسلم ايدك يا شيف اشرف. شيف اشرف عمل لنا النهارده فته الشاورما، عملها بطريقه خفيفه بجد حلوه. الزبادي مع الرز المسلوق مدي خفيفه يعني حاجه كده. لا حلوه حلوه بجد. انت كلها تحس انها خفيفه مهما اكلت الكميه دي، مش حاسس انها تقيله لان انت بتاكل في حاجه كلها هيلثي. أيوة. صح تمام. تسلم ايدك يا شيف ونورتنا النهارده وكل سنه وانت طيب. كل سنه وحضراتكم طيبين ويا رب طبعا الطبق يكون عجبك. لا حلو قوي عجبني. وين هنطبق بعد شويه هنشوفه. طبعا لازم تدوقيه ان شاء الله. ربنا يمتعك بالصحه والعافيه ان شاء الله يا رب. كل سنه وانتم طيبين ويا رب الوصفه تكون عجبتكم وشكرا لكم. شكرا لك شيف اشرف. يديك الصحة والعافية. أيوة نطلع فاصل بقى. أيوة نطلع فاصل. أيوة طيب نطلع فاصل ونرجع نتواصل معكم من جديد. خليكم قريبين. السادة المشاهدين ورجعنا لكم بعد الفاصل، ورجعت لكم انا كمان ثاني، وكان معنا الشيف اشرف ما شاء الله عمل لنا صحن مبالغه شديد. فته ايوه لا لا ده كامل مكمل صراحه. هو عملها برز مسلوق علشان تبقى اخف شويه، عمل الصوص بتاعها بالزبادي عشان برضه تبقى اخف، وبصراحه انا دقتها وكانت حلوه جدا جدا جدا. فشكرا شيف اشرف تسلم ايدك. واحنا كان معانا وشكرا لك انت لانك ضغطيها ووريتينا طعمها الجميل جدا. اه بجد كانت حلوه حلوه يعني. نشوف بقى الكفته. اه حلوه قوي. يا سلام دي الكفته، دي الكفته اللي بالطحين، وقلنا ان اللحمه المفرومه واحنا بنعملها ممكن نحط فيها اي حاجه مفيده. في حد في البيت ما بيحبهاش او عندنا اطفال ما بتاكلهاش، ممكن نحط خضار ممكن نحط بيض، سمى حاجه نفرم الخضار ناعم قوي علشان ما يحسوش بيه. وكانت الكفته معانا وريحتها حلوه. ونغرف الشوربه. يلا ودي الشوربه اللي عملناها، وعايزه اول حاجه اوريكم قد ايه الميه بتاعتها صافيه. أيوة. وشفافه تماما علشان احنا وطينا عليها عشان الرز يستوي على نار هاديه.
طبعا من اهم الحاجات في رمضان طبق الشوربه، مهم جدا حقيقي. ايوه أنا بالنسبة لي الأكل ده مهم، أهم من الشوربة، أول حاجة طبعا. الأكل أنا والله عندي شوربة هي الأهم. أه وأنا شوربة هي الأهم عشان أستعد إنه آكل ثاني. أيوة. كمية أكثر. صح. كالعادة لازم تعمل لنا طبشة خيرة كده. أيوة زين عشان نكسر اللون بس. أيوة المنظر براوي شكل الجواء. يا سلام. كده تبقى خلصت حلقتنا النهارده، حلقه مطبخ الشروق على قناتكم قناه الشروق، ولو جربتوا وصفه صوروها وابعتوها لنا ان شاء الله. وبكده اعزائي المشاهدين بتكون خلصت حلقتنا لليوم واطباقنا لليوم، ونشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. مع السلامه.